يا روح خالي. نلعب كمان؟ لا تقومي فورا، اتفقنا؟ شو انت تعبت؟ مين؟ انا؟ تعب شو يا روحي؟ فيني ضل عم طيرك كل النهار، بس قلت خليني اتسطح. حاجتك بقى خالو، باينتك مو بس تعبت فرطان كمان. هيك لكن يا امورتي، يلا لكن رح نتسابق للبيت. انا بالاول، انا بالاول. يلا. يلا انا رح اربحها. بتعرفي انه فيني يصير دكتورة اطفال؟ في كتير اولاد. لما تبلشي دراسة بتختاري اختصاصك. فيني كمان صير دكتورة اسنان. ليش؟ لانه كل العالم عندها اسنان. قرري يا اختي. انتي عملتي هيك؟ حلم طفولتي. يا الله دخيلك. ألو؟ أهلين سيد أونال. إيه طبعاً، حكينا مشان موعد اليوم. أكيد فيك تشوف البيت. أنت إجيت؟ قدام البيت؟ تمام منيح، أنا رح أجي فوراً. أوكي، مع السلامة. طيب يلا خلينا يلا قومي 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 تخلي يلا. أنا ربحت، أنا ربحت، أنا ربحت بالسباق. ماشي، أنت ربحتي. هلأ روحي على الحمام وغسلي إيديكي ووشك منيح، تمام؟ ماشي. يلا روحي. أنتوا ليش هيك منظركم؟ سابقنا لعند البيت. لا تعمل هيك يا ابني، لا تعصبني، ما بتتاكل نية. اخي طلع؟ لا بغرفته، بس ما بيطلع له صوت ابدا. خير؟ على العمليات؟ لا، ورق العنب مالح كتير، قلت لحالي بلبس كفوف بلا ما ينتفخوا ايدي. شو صار؟ وصلت الرسالة اللي كنت مستنيها؟ لا يا أمي، هاد إبلاغ الفاتورة. معقول هن ما شافوا طلبي؟ بتصير هيك شغلات. رفقاتي عم يتدربوا وأنا لسه ناطر. طيب أنت ليش ما بتقدم بمكان تاني لتدريب ابني؟ مو معقول يعني درست مشان تشتغل بمجالك. لكن أقدم على محل تاني يعني؟ شو هو؟ بدي أتدرب بمكتب دوغان يانار. الزلمة داهية، إذا بلشت حياتي المهنية معه ما حدا بيقدر يوقف بطريقي. إن شاء الله خير. بصراحة الأحسن نلتقى وش لوش. بس بس شو ابني؟ هيك صعب الموضوع. ليش صعب ابني؟ إذا كان بدك هالشي عن جد، أنا برأيي روح وشوفه. ما بتوقع دوغان يانار عنده وقت يشوفني يا أمي.